قبل ما نبدأ في الجد، تعالوا نتكلم في أكبر عقدة عند الديفيلوبرز في أنجلرز. في ديفيلوبرز كتير جربوا يتعلموا أنجلر وللأسف ما قدروش يكملوا، فبدأوا يتجهوا للايبرز تانية باعتبار إنها أسهل شوية وكده. هل أنجلر أو الليرنينج كيرف بتاع أنجلر فعلا صعب شوية؟ ولكن خليني بس أقول لك نقطة كده صغيرة جدا، هي اللي فعلا هتفرق معاك وهتخليك يا إما تتعلم أنجلر بسهولة جدا وانت قاعد كده مكانك يا دوبك بتتفرج على شوية فيديوهات هتلاقي نفسك اتعلمت انجلر، يا اما هيبدأ انجلر ده عقدتك مدى الحياة وفعليا مش هتقدر تتعلمه. الفكرة ببساطة شديدة جدا ان انجلر مبني على شوية كونسبتس المفروض ان انت بتبقى عارفها ككمبيوتر ساينس، يعني ملهاش علاقة بانجلر خالص. يعني مثلا لو اتكلمنا عن الديبندنسي انجكشن، دي حاجة ملهاش علاقة بانجلر، هي حاجة المفروض ان انت بتبقى عارفها من بره انجلر. طبعا في مفاهيم كتير 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 موجودة في انجلر الناس بتعتقد انها تخص انجلر، زي مثلا الديبندنسي انجكشن والار اكس جي اس وغيرها من التولز كتير اللي بتبقى موجودة باي ديفولت في انجلر، فالناس بتتعقد شوية. لا، التولز دي المفروض لو احنا عارفينها من الاول هتلاقي ان انجولار يا دوبك تجميعه لتولز اصلا موجوده واحنا المفروض بنتعامل معاها بشكل يومي. اللايبرز التانيه اللي زي رياكت مثلا ما فيهاش الكلام ده باي ديفولت، فتحسها سهله، مع انك لما هتروح بعد كده تتعلم ناكت جي اس هتلاقي بقى في اتجاه ان هم يستخدموا التولز اللي بقت الناس بتهرب منها من انجولار. فليه انا بقول الكلام ده؟ عشان اقول ان الطريقه الصح انك تتعلم انجولار هي انك تتعلم الحاجات اللي بره انجولار الاول، يعني نتعلم الكونسبتس بتاعتنا ديبندنسي انجكشن ار اكس جي اس، طريقه ريندرنج، الحاجات اللي بتحصل ورا الكواليس، الكومبايلنج، التولز بقى اللي بنستخدمها سواء ويب باك، اي اس بيلد، في وغيرها، التستنج بيحصل ازاي. بغض النظر عن طبعا الكورس اليونت تيست ده هيبقى في كورس منفصل، ولكن برضو خليه يبقى عندنا نبذه بسيطه. لما نبتدي نظبط المفاهيم الحاجات اللي بره انجولر هتلاقي ان انجولر بالنسبه لك ده لعب عيال. فانجولر حرفيا، انجولر كانجولر بس، يعني الجزء اللي هو بتاع انجولر فقط لا غير، لعب عيال حرفيا. لكن الحاجه المعقده ان الناس ما بتتعلمش صح، الناس بتخش الاول يلا بينا شويه اتش تي ام ال خش على انجولر، طبعا بيقعوا في الاخر ان هم بيلاقوا الدنيا صعبه، لكن احنا بناخدها تدريجيا. انا هفترض طبعا ان انت زيرو كمبيوتر ساينس، يعني المفاهيم الاساسيه حتى مش موجوده، فهنبتدي نتدرج واحده واحده نتعلم المفاهيم الاساسيه الاول وبعد كده هنطبقها بقى جوه انجولر. تمام، الحته دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي عشان هتلاقينا شويه بنحاول نفصل بين الحاجات اللي ملهاش علاقه بانجولر والحاجات بتاعت انجولر عشان برضو ناخد خطوات صح ونتعلم اسرع ويبقى الكورس بتاعنا عملي اكتر.